مع فقرة أمهات إيديال مفاجآت كثيرة كتنتظرك. شارك وفوز كل شهر بجوج تليفونات سمارت فون بيناتهم لا محدود ليك والميمة العزيزة عليك، وكذلك إيديال كتهديك العديد من المنتوجات للربح كل يوم. وانت شنو بغيتي تقول للأم ديالك؟ مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، مرحبا بكل الناس اللي كيتواصلوا معنا من خلال هذه الفقره هذه على الرقم الواتساب اللي هو 06 14 57 20 92. كتبعثوا لنا دائما الرسائل ديالكم في حق الامهات، تقدير امتنان شكر عرفان محبه كبيره. اكيد دائما كنطلبوا الصحه والسلامه لكل الامهات، واكيد اللي غادرونا لدار البقاء كنطلبوا دائما الدعوات الخير، وكيف كنقولوا المعزه والذكرى كتبقى في القلوب ديالنا الله يرحمهم ان شاء الله جميعا. كتربعثوا رسائل نصيه او لا صوتيه، ما كاينش فرق الحمد لله، بكل اللهجات واللكنات ايضا مرحبا دائما باش انكم توصلوا المساج ديالكم في حق الامهات. وكتربحوا معنا كل نهار مجموعه من المنتوجات من ايديال، بالاضافه ربح اكبر اللي هو عباره ان الرقم ديالكم بعدا كيدخل في القرعه الكبرى اللي تقدر تمكنكم انكم تفوزوا معنا بجوج ديال التليفونات سمارت فون. فمرحبا ان شاء الله بالكل. نمشي واليوم العين توجدت فاطمه الزهراء، السلام عليكم. سلام اختي جميله. اهلا، لاباس عليك؟ مزيان الحمد لله ربي يحفظك. قول لي فاطمه الزهراء، بعدا كي جاتك المسابقه وانك تكتب ميساج للام ديالك تسمعوا على خير انا زوينه. كنشكر شاده على هذه المسابقه وكنشكر ايديال وكنشكر السنتر جميله ربي يحفظك. نمشيو للمكناس عند الحاجه كريمه. السلام عليكم، لاباس؟ السلام لاباس، امورك هانيه صحتك؟ لا بس الحمد لله. سمعينا صوتك، رفعي صوتك شوية الحاجة. سمحولي راني شوية مروحة. أول شي لاباس عليك، لاباس عليك، لاباس عليك، لاباس عليك، الله يحفظك، الله يحفظك. معنا كريم، معنا فاطمة الزهراء اللي اليوم بغات تقول لك واحد رسالة زوينة إن شاء الله في الحق ديالك. نسمعوها كاملين؟ يلا، باش ترفع لك المناعة وتشافي إن شاء الله، يلا. يلا فاطمة الزهراء مرحبا، بسم الله. يلا، بسم الله. مي راني نخمم ليك ومن وحشك عييت ومن غيابك سوفريت ومن صبري مليت. للاسف للاسف علاش انقطعت المكالمه ديال فاطمه الزهراء، ياك ديال فاطمه الزهراء. نعاودوا نتواصلوا مع فاطمه الزهراء بعد البدايه، كانت جد موفقه ياك الحاجه كريمه. الحاجه كريمه نعم اختي، البدايه بعدا كانت موفقه ديال بعدا ديال فاطمه الزهراء. غنقطع على الخط ما عرفت علاش، مع لان حنا متواصلين معها غتكون في شي يا اما ديشارج على التليفون على ما كنظن، على ما كنظن. نتمنوا انها تعاود. نعم، اذا بعدا كي جاتك البدايه ديال الكلمات ديالها بعدا؟ مزيانه والله يرضي عليها، والله يوفقها، وانا ترضي عليها اللي مشى معاها مرضي واللي جا معاها مرضي، وتنتمنى لها حياه سعيده. حيت انا بنتي فاطمه الزهراء عاد دارت العرس وعاد الله يكمل عليها بالخير. الله يسخر لها الله يكمل عليها بالخير. واش بعيدة عليك شوية؟ عليها الله يحفظها الله يسترها. آمين. بعيدة عليك شوية كتشوفيها؟ شوية. شوية. واش انقطعت ليها؟ تقاطع الخط؟ حيت عندهم ديك المنطقة ما عندهمش الريزو بزاف. نعم، كنتمناو حنا كنعاودو نتواصلو مع صراحة باش نشوفو اشنو ممكن انه يكون كحل. للأسف ياك، للأسف، ولكن على الأقل سمعنا البداية ديال الميساج ديال فاطمة الزهراء. كنا كنتمناو نسمعو الكمالة، لأن فعلا الطريقة والكلمات كيفاش قالتها كانت كلمات اللي هي زوينة في الحق ديالك، وتستحقي دائما الأفضل والأحسن الحاجة كريمة. شكر ليكم بزوج، لا فاطمة الزهراء ولا الحاجة كريمة، كنتمناو لكم دائما التوفيق، ودائما ما تنساوش أنكم ربحتوا معنا مجموعة من المنتوجات بطبيعة الحال من إيديال، بالإضافة لأن الأرقام ديالكم كتدخل في القرعة الكبرى. للأسف الخط ديال فاطمة الزهراء ما خدامش، لأن غيكون ديشارج لها التليفون أو شي حاجة، ولا كيف قلتي بلاصة ما فيهاش تغطية. مع الأقل سمعنا بداية بعدا، سمعنا ميساج منه كلمات اللي هي زوينة في الحق ديالك. شكرا لكم. شكرا لك، شكرا لك، وأكيد شكر موصول لكل المستمعين والمستمعات، وأكيد مرحبا دائما بالتواصل ديالكم. رقمنا راه الإشارة ديالكم كاملين، غدا عاود نسمعوا ميساج آخر، غير وردوا البال التليفونات ديالكم الله يعطيكم الخير. دائما التواصل غيكون من خلال الرقم ديال الواتساب اللي هو 06 14 57 20 92. واحد موفق إن شاء الله للجميع. وانت شنو بغيتي تقول للأم ديالك؟ مع فقرة أمهات إيديال شارك معنا رسالة حب وامتنان للأم ديالك، عبر فيها على كل أحاسيسك وفوز كل شهر بجوج تليفونات سمارت فون بيناتهم لا محدود ليك والميمة العزيزة عليك،
وكذلك إيديال كتهديك العديد من المنتجات للربح كل يوم. إيديال مع كل الأمهات للحياة.